السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم مع مهند غلام 0505163525. السياره اللي هنتكلم عليها اليوم هي السيلفرادو 2020 ال LT. في ناس سالت عن الفرق بين ال LT والترايل بوس. ال LT هي اللي احنا شايفينها امامنا حاليا، طبعا بيكون الشبك كله كروم مع الدعميات الكروم، الرنجات بتكون لونهم فضي او رمادي، قياس 18، الليتات LED مع زينون، حسات اماميه وخلفيه، طبعا الشعار ذهبي زي ما احنا شايفين. ال 2020 نازله زي 71، طبعا ده السسبنشن عشان الاوف رود. السياره بيكون عليها ال LED عشان البر والنقاط العمياء اللي على المرايات. دخول ذكي على الابواب طبعا مع كاميرتين خلفيتين، والباب الصندوق بينزل بالريموت. الدعميه الخلفيه كروم مع الحساسات الخلفيه والكاميرتين زي ما احنا قلنا. من الداخل مسند الباب عليه جلد وعليها تخشيب. كرسي سائق متحرك طبعا بتكون مخمل. اهم شيء في السياره دي الميزه طبعا موضوع السيت، انه بيتحول سيت او سده حسب الاستخدام. الهاند بريك الكتريك، تحكم كامل في الستيرنج مع العدادات الديجيتال، تشغيل بوش ستارت مع تشغيل طبعا عن بعد. شاشتنا طبعا اتش دي بتوري الرؤيه تبع الكاميرتين الخلفيتين، واحدة للجر واحدة للريفرس، مع فتحات اليو اس بي واليو اس بي سي والباور اوتلت للاستخدام نفس الشاحن الكهرباء المنزلي. طبعا السيارة 5.3 V8 6 غيار اوتوماتيك 355 هورس باور. طبعا احنا عندنا عروض رمضان بدأت اوريدي واحنا في انتظاركم ان شاء الله. ممكن تتصلوا علينا طبعا، ارقامنا عندكم 050-516-3525، او تقدروا تتواصلوا معنا اونلاين على موقعنا. ممكن تحجزوا السياره اونلاين، ممكن تشتروها كامله اونلاين، ممكن نخلص لكم كل شيء على التليفون. اهلا بكم.